يا الحب الكريم، مشاهدينا الكرام، انتهينا من الجولة الرئيسية التي ضمت سباق الفهيدي 12 شوط. نتحرك مع الجولة الثانية وسباق الحلفة، ونرحل مع أول الأشواط الرئيسية لسباق الحلفة مع 1500 متر. نرحب بهذا الشوط ونرحب بكل المشاهدين الأعزاء أينما كنتم تتابعون هذا النقل من هنا من ميدان الهباب لسباق الهجن أحد فرع ميادين نادي دبي. المقدمة هملولة يمع بن محمد بن خلفان المزروعي، من يقدم هملولة دشت معاها واسمها هملولة. أما المركز الثاني الشاهينية العبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري، خطير هذا راعي السلطنة، راعي ساحل الباطنة. يا ما شارك، يا ما انتصر، يا ما فاز في كل المحافل. فعل حافل ناخذ المركز الثالث. المركز الثالث الشاهينية محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، والمركز الرابع عندك يا ابن حلوة. ولكن ما شاء الله يا المزروع يا راعي هملولة، هذه الرئيسية، هذه السبوق العدملية اللي فارقت فول النشرة والعصا مرفوق ماتيها. هذه هملولة اللي غادرت بكل فخر وبكل اعتزاز من البداية، تقوم طفر وتنتهي طفر كانها على لاضي ملاله. من البقايا تاخذ الامر تصوير تعليق وعباله، والتيم الاول تكسره كسر. ما شاء الله، تعالوا شوفوا هملوله يا جمهور، تعالوا شوفوا هملوله وش تسوي في الميدان. خلاص يا المزروعي، خلاص لا تكلمها ولا تسوقي، شكلها معدوم ما ريته، تنفرد عن جملة الخودي وانتباه مرباعها ريته. سلام يا راعي هملولة، سلام اليمع بن محمد بن خلفان المزروعي. نهنيه على فوز هملولة بالمركز الأول في أول أشواطنا الرئيسية ضمن سباق الحلفة. المركز الثاني وصلت الشاهنية محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة، والمركز الثالث عندك يا عبد الله بن سعيد بن مصبح المخمري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني كم؟ 2:12 التوقيت الزمني، 2:12 هو التوقيت الذي تسجل في أول الأشواط. تهانينا والناموس لراعي هملولة، راعي هملولة اللي سجل 2:12 ثانية.